بص شباب، انا مستر مصطفى من اكاديميه ام اس سي. تمام. الماث عندكم في سكندري 1 بيتكون من 4 يونتس. تمام. امتحان الماث عكس بريب 3، يعني بريب 3 عندك الجبرا وعندك جيومتري. تمام. عندك الجبرا بتمتحنه في امتحان والجيومتري بتمتحنه في امتحان. الماث النظام الجديد بتمتحن الماث كلها في يوم واحد. انت ما عندكش امتحان الجبرا لوحده، ما عندكش امتحان جيومترو لوحده. تمام. عندك امتحان ماث كامل في كل البارتس، يعني الفور يونتس هتمتحنها في يوم واحد. الفور يونتس هتمتحنها في يوم واحد، الالجبرا والجيومتري والترايجونومتري في يوم واحد. كلهم في يوم واحد. امتحان مدته 30 3 ساعات، بيكون فيه 28 نقطة اختار وأربع نقط بيكونوا السي بروبلم، أسئلة مقالية. ده امتحان الماث بتاعك. المنهج بتاعكم بيتكون من ايه برضو؟ دي بس انترودكشن على ايه المنهج. المنهج بيتكون من 4 يونتس. تمام. الماث في الفيرست تيرم عباره عن بارت خاص بالالجبرا اند تريجونومتري. طبعا التريجونومتري انتوا درستوها في بريب 3. تمام. الجبرا اند تريجونومتري، الالجبرا 1 يونت والتريجونومتري انذر يونت. اوكي. والسكند الجيومتري بيتكون من 2 يونت، بيتكون عن السيميلاريتي والتريانجل البروبورشنال سيرا. تمام. الجيومتري بارتس بسيطه خالص وسهله، والالجبرا ان شاء الله هتلاقي موضوع بسيط يعني، بس هو الموضوع كله محتاج تركيز وحل من الاول، هتلاقي الموضوع بسيط. اما لو الموضوع اتساب هتلاقي الموضوع ايه، موضوع صعب يعني. تمام. الماث طويله مش صغيره، محتاجه شغل او محتاجه شغل صعبه؟ لا مش صعبه، مواضيع بسيطه وسهله ان شاء الله. تمام. اول بارت عندنا بيتكلم في الالجبرا، مديني ايه يا مستر؟ بيتكلم على حاجه اسمها البري ريكويرمنت اون يونت 1، مقدمه كده على يونت 1 قبل ما ايه، قبل ما نبدا فيها يعني. بيتكلم على سولفينج كوادراتيك ايكويشن 1 فاريبل. طبعا الكلام ده انتوا اخدتوه في بريب 3 فانا مش هتكلم عنه. انا طبعا بشرح لما ابدا المنهج، بس انا مش هتكلم عنه. انا هكلمكم الاول على ليسون 1، يعني ابدا في ليسون 1 حاجه اسمها انتروداكشن ان كومبلكس نمبر. عرفك يعني ايه كومبلكس نمبر وجات منين الكومبلكس نمبر. انا مش هدي الليسون في حاجه قديمه انتوا عارفينها، يعني اديكم حاجه جديده عشان تشوف ايه هتفهموا ولا ايه الدنيا. يبقى انا هتكلم النهارده على انتروداكشن ان كومبلكس نمبر، بس لو انا هشرح في هبدا الدراسه، لا انا هبدا الاول الريكويرمنت دي لازم اديها الاول. تمام. ان شاء الله هنشرح دلوقتي يعني ايه كومبلكس نمبر وجات منين الكومبلكس نمبر وليه اتعملت الكومبلكس نمبر دي. تمام. اول حاجه، حد عنده اي سؤال قبل ما نبدا؟ تمام يا شباب، بسم الله. اول حاجه يا شباب، انا لو انا عندي ايكويشن زي كده اكس بلس 4 تمام ايكوال 2، وبيجي يقول لي سولفنج الايكويشن دي ان ان، فاكرين الان دي كان اسمها ايه يا شباب؟ حد فاكر الان دي كان اسمها ايه؟ natural number. ناتشورال نمبر. ايه هي الناتشورال نمبر دي؟ السيت اوف ناتشورال نمبر الستارتنج باي ايه؟ 0 1 2 3 and so on. صح يعني. طب ازاي اعمل سولفنج الايكويشن دي؟ كان البوزيتيف 4 اوديها الناحيه الثانيه بايه؟ بالنيجاتيف 4، هتبقى 2 ماينس 4. 2 ماينس 4 ايكوال ايه؟ ايكوال نيجاتيف 2. هل في نيجاتيف 2 يا شباب موجود في الان؟ في نيجاتيف 2؟ لا يمكن. لا. فكده كنت بقول السوليوشن سيت ايكوال ايه؟ ايكوال 4، كفاية. because negative 2 not belong to natural number. راح عشان كده راح عمل لي سيت جديده اسمها ايه؟ حليت المشكله دي اسمها الزي. الزي اللي هي ايه؟ اللي هي الانتجر، اللي هي الانتجر نمبر، اللي هي الاعداد الصحيحه، اللي هي الزيرو وال1 وال2 وال3 اند سو اون، اند اولسو النيجاتيف 1 والنيجاتيف 2 اند سو اون. ايه ده يا مستر؟ يبقى كده صح، ينفع احلها في يبقى كده يا مستر لو انا بحل البروبلم دي في الزي اقول لك السوليوشن سيت ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 2، بيكوز النيجاتيف 2 بيلونج تو ايه؟ بيلونج تو انتجر. طب يا مستر دلوقتي جه عمل لي مثلا اكس او 2x ماينس 5 ايكوال مثلا 2، هتيجي تقول لي ازاي اعمل سولفنج الايكويشن دي ان زي؟ يقول لي حل المساله دي في الزي، يعني في الانتجر. يبقى هودي النيجاتيف 5 الناحيه الثانيه بايه؟ بالبوزيتيف. يبقى 2x ايكوال 2 بلس 5 7، 2 مالتبلاي المالتبلاي اتكنسل بالديفيجن، عامل ديفايد 2 هنا وهنا، يبقى الاكس ايكوال 7 اوفر 2. هل ال 7 اوفر 2
هل انت لقيت فراكشن موجود في الانتجر؟ موجود فراكشن في الانتجر؟ هل يا شباب في فراكشن موجود في الانتجر؟ لا 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 لا، لا، فراكشن موجود بس سوليوشن سيت از ايه؟ 5. راح بالتالي لازم احل المشكله دي. طب احل المشكله دي ازاي؟ عملت سيت جديده اسمها ايه يا مستر؟ اسمها راشونال نمبر، كان السيمبل بتاعها كيو اند سو اون بقى. يعني انت قصدك ايه يا مستر؟ قصدي كل سيت بتيجي بتحل له مشكله مش موجوده في اللي قبلها. يعني الانتجر اتعملت ليه؟ عشان ما كانش فيه نمبر ان ما كانش فيه نمبر نيجاتيف موجوده في الناتشرال. طب يا مستر الراشونال نمبر اتعملت ليه؟ ما كانش فيه فراكشن موجود في الانتجر. بعد كده اند سو اون بقى اتعملت الريال نمبر. بعد كده دلوقتي يا مستر لو انا عندي ايكويشن زي كده اكس سكوير بلس 4 ايكوال 0، كنت احلها ازاي؟ اودي الفور الناحيه الثانيه، اكس سكوير ايكوال نيجاتيف 4، خد روت هنا وهنا. هل في روت للنيجاتيف؟ لا يا مستر ما فيش روت للنيجاتيف. يبقى كنت بقول له السوشيال سيت از ايه؟ از فاي. لا بقى النهارده حلل لي مشكله ايه؟ حلل لي مشكله الريال نمبر يا مستر. يعني كده مشكله الريال نمبر في حاجه تحل لي روت النيجاتيف. ايه هي بقى؟ السيت الجديده اللي اسمها سيت اوف كومبلكس نمبر. يبقى السيت الجديده اللي اسمها سيت اوف كومبلكس نمبر والسيمبل بتاعها الزي، اوكي هيحل لي مشكله ايه؟ ان ايه يا مستر؟ ان ما عنديش روت للنيجاتيف. طب ايه بقى الحل بقى؟ قال لي يا مستر ايماجين. قال لي ايه؟ ايماجين، تخيل نمبر، النمبر دوت اس سكوير ايكوال نيجاتيف 1. النمبر دوت اسمه ايماجين، اسمه اي. الاي ده السكوير بتاعه يبقى ايه؟ يبقى اي سكوير. قال لي ايماجين النمبر اللي اسمه اي دوت السكوير بتاعه ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 1. ايه ده يا مستر مش فاهم؟ يعني اول ما تلاقي نيجاتيف 1 تشيلها وتحط مكانها مين؟ اي سكوير. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا عندي دلوقتي اكس سكوير روت اكس سكوير ايكوال روت نيجاتيف 4 اهو. فقال لك روت النيجاتيف 4 دي بدل ما هي ماليش ليها روت النيجاتيف، قال لي ممكن تكتبها ايه؟ مش هي روت 4 مالتبلاي نيجاتيف 1 ولا لا؟ مش الروت النيجاتيف 4 هي روت 4 مالتبلاي نيجاتيف 1؟ مش 4 مالتبلاي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 4؟ صح يا مستر. فقال لك ايماجين نمبر اتس سكوير ايكوال نيجاتيف 1، فاي نمبر فيه نيجاتيف 1 تشيله وتحط مكانه ايه؟ اشيله واحط مكانه ايه؟ اي سكوير. يبقى روت 4 مالتبلاي اي سكوير، يبقى الفور روت بتاعها كام؟ 2. والاي سكوير روت بتاعها يعني كل ما الاقي نيجاتيف 1 اشيله واحط مكانه اي سكوير. يعني اهو يا مستر، يعني لو انا عندي روت نيجاتيف 9 يبقى مثلا يا جوزيف روت نيجاتيف 9 اقدر اكتبها روت 9 مالتبلاي كام؟ اي بارتو روت 9 مالتبلاي نيجاتيف 1 صح ولا لا؟ اه تمام. والنيجاتيف 1 قلت بشيله واحط مكانها ايه؟ اي بارتو اي باور 2. يعني روت 9 اي باور 2. روت 9 بكام؟ بثري واي باور 2 روت بتاعها اي اي. بس كده. بس دي اول فكره عندنا. من الاخر بقى بص، مش هعمل ده كله، مش هعمل السبس دي كلها. اول ما تلاقي روت للنيجاتيف تشيل النيجاتيف دي وتحط مكانها ايه؟ اي بره. يبقى لو انا لقيت اهو روت نيجاتيف 16، ايه ده؟ روت نيجاتيف 16 هي روت 16 مالتبلاي اي بره خلاص، لان اتحط تحت الروت اي سكوير والروت بتاعها اي. يبقى اول ما تلاقي نيجاتيف تطلعها بره وتحط مكانها ايه؟ تحط مكانها اي. روت 16 كام؟ 4. يبقى 4 اي. يا مستر روت نيجاتيف 5 يا مستر خلاص، ما احنا قلنا اهو روت 5 مالتبلاي اي. طب روت ال 5 ايه؟ سيبها زي ما هي يا حبيبي، نمبر عادي زي ال 4 زي ال 3 زي ال 2، ايه المشكله؟ روت نيجاتيف 3 تبقى روت 3 مالتبلاي ايه؟ مالتبلاي اي. طب ليه يا مستر يا حبيبي اهو؟ ما احنا قلنا روت نيجاتيف 3 اللي هي ايه؟ روت 3 مالتبلاي اي سكوير مالتبلاي نيجاتيف 1 والنيجاتيف 1 باي سكوير، والاي سكوير روت بتاعها ايه؟ اي. اوكي؟ واضح؟ تمام يا شباب؟ تمام بس يبقى أول حاجة واضحة قال لي imagine أي نمبر عندك نيجاتيف 1 شيله وحط مكانه اي سكوير. طب تاني فكرة عندي ايه يا مستر؟ بعد كده بس نبص على ينفع تعيد بس ثانية شوية عشان أنا لسه داخلة
اوكي تمام. هو في ريكورد، بس انا اقول سريعا احنا بنتكلم على الكومبلكس نمبر. الكومبلكس نمبر دوت قال لي يا مستر عشان خاطر ما عنديش روت للنيجاتيف، ما عنديش سكوير روت للنيجاتيف، ما فيش حاجه اسمها سكوير روت للنيجاتيف، فقال لازم احل المشكله دي. ففي الريال نمبر السولوشن سيت بتاعها فاضي، فعشان كده لازم احل المشكله. احلها ازاي؟ قال لي ايماجين، تخيل نمبر اسمه اي، السكوير بتاعه ايكوال نيجاتيف 1، فاول ما تلاقي نيجاتيف 1 تشيلها وتحط مكانها ايه؟ اي سكوير. فروت نيجاتيف 4 اقدر اكتبها 4 باي نيجاتيف 1، و4 باي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 4، هتشيل النيجاتيف 1 وتحط مكانها ايه؟ اي سكوير. روت ال4 ب2 والاي سكوير باي. اوكي تمام. تمام، ده اول بارت عندنا. تاني بارت عندنا بقى قال لك يا مستر في حاجه اسمها سمبليفاي. هيجي يقول له احنا بنشرح دلوقتي من الكتاب في حاجه اسمها سمبليفاي. بص قال لك الاي هي اي، الحكايه دي الحاجه دي هنحفظها دلوقتي، مش هنحفظها انا فاهمها واكيد هنحفظها. يبقى اول ما تلاقي اي هي اي مش فيهاش مشكله. طب لو لقيت اي سكوير، قلنا الاي سكوير بكام يا شباب لسه قايلين دلوقتي؟ نيجاتيف 1 نيجاتيف 1. يبقى اول ما الاقي اي سكوير احط مكانها نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. اوكي طب لما الاقي اي باور 3، حد فاكر الباور؟ اه يا مستر اي باور 3 يا مستر، انت احنا في الباور قبل كده، لو انا عندي اكس باور 2 باي اكس باور 3 هتبقى اكس باور كام؟ لما اعمل اكس باور 2 ملتبلاي اكس باور 3 بنزل اكس البيز بار اه 5 5 بعمل سام للباور. خلي بالك محدش يقول لي 2 ملتبلاي 3، لما البيز يكون ذا سيم تمام، وبعمل ملتبلاي بعمل سام للباور، بعمل سام للباور. اوكي يا مستر تمام، حلو قوي الكلام. يعني الاي باور 3 تقدر تختصرها ايه؟ اقدر اقول لك ان هي حبيب اي باور 2 باي اي باور 1، صح ولا لا؟ الاي باور 2 بكام؟ بنيجاتيف 1. نيجاتيف 1 ملتبلاي الاي بنيجاتيف 1. ايه ده؟ يعني انت قصدك يا مستر اول ما الاقي اي باور 3 اشيلها واحط مكانها ايه؟ نيجاتيف اي. تاني يا شباب اي باور 3 اهو عباره عن ايه؟ عباره عن اي باور 2 ملتبلاي اي باور 1. اه الاي باور 2 بكام؟ بنيجاتيف 1، والاي باي يبقى نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 ملتبلاي اي بنيجاتيف 1. واقول لك الاختصار بتاعتها دلوقتي. الاي باور 4 هتقول لي يا مستر الاي باور 4 اقدر اكتبها اي باور 2 باي اي باور 2. الاي باور 2 بكام؟ نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 باي نيجاتيف 1 يبقى ايكوال كام؟ يبقى ايكوال 1. يبقى كده يا مستر سريعا كده بص ملخص الكلام اللي انا قلته دلوقتي. اول ما الاقي اي يا شباب هي اي زي ما هي. اي باور 2 بكام؟ بنيجاتيف 1. الاي باور 3 بنيجاتيف اي. الاي باور 4 ايكوال 1. من الاي باور 4 دي يا شباب اطلع رول. اي باور 4 الباور بتاعها 4، اي حاجه مالتيبلز ال4. يعني ايه كلمه مالتيبلز يا شباب؟ ايه هي المالتيبلز بتاعت ال4؟ ايه المالتيبلز بتاعت ال4 يا شباب؟ يعني ايه مالتيبلز؟ ما ينفعش في اولى سنه ما تعرفوش مالتيبلز، يعني مضاعفات الفور، مضاعفاتها الفور. ايه اللي مضاعفه؟ ال8 ال12 ال16 and so on. يعني تيبل الفور يا حبيبي، 4 باور 1 ب4، 4 باور 2 16 ب8 and so on 12 16 20. يعني نمبر كان ديفايد باي 4، يعني نمبر كان ديفايدد باي 4. يبقى لو انا قلت لك اي نمبر مالتيبلز ال4 ب1، يبقى اي نمبر اي باور مالتيبلز ال4 ايكوال 1. ليه يا مستر؟ اهو اي باور 8، مش الاي باور 8 يا حبيبي، اي باور 4 مالتيبلاي اي باور 4. والاي باور 4 انا قلت بكام؟ 1 1 باي 1 ايكوال 1. طب اي باور 12 ما تقدر تقول لي اي باور 4 باي اي باور 4 باي اي باور 4، يعني 1 باي 1 باي 1 يبقى ايكوال كام؟ ايكوال 1. يبقى اي نمبر مالتيبلز ال4 هشوفه كان ديفايدد باي 4، ال8 دي كان ديفايدد باي 4، اه 8 ديفايدد 4 ايكوال 2، يبقى على طول ايكوال 1. اي باور 12 كان ديفايد باي 4، اه يبقى ايكوال 1. اي باور 100 كان ديفايد باي 4 يبقى ايكوال كام؟ 100 ديفايدد 4 بالكالكوليتر ايكوال 25، يبقى كان ديفايد باي 4 يبقى ايكوال على طول 1. اوكي تمام.
يبقى تاني يا شباب امسح الكلام ده، اول ما الاقي اه يا شباب هتبقى ايه؟ اه يعني اي زي ما هي اي ولا حاجه، اي باور 2 نيجاتيف 1 ايوه، نيجاتيف 1 اي باور 3 نيجاتيف نيجاتيف 1 اي، نيجاتيف اي، اي باور 3 نيجاتيف اي، لان هي اي باور 2 مالتبلاي الاي، والاي باور 2 نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 مالتبلاي اي بنيجاتيف 1. اي باور 4 1 1 1 يبقى، واي حاجه مالتبلز لل4 1 برضه 1، اي باور 1 8، اي باور 12، اي باور اند سو اون. بص بقى، طب حاجه يا مستر مش مالتبلز لل4، بص بكل سهوله، طريقه سهله وبسيطه، مش هقول لك غير الطريقه دي، يعني مثلا اي باور 7 اشوف ايه النمبر اللي اقل من 7 وكان ديفايد باي 4، ايه النمبر اللي ليس ذان 7 وكان ديفايد باي 4، يعني ال 6 النمبر اللي على طول، خلي بالك يا حبيبي ما حدش يالف لي يقول لي اشوف النمبر اللي هو 2، لا يا حبيبي النمبر اللي قال على طول من 7 ال 6 كان ديفايد باي 4، لا لا لازم يطلع لي انتجر يا حبيبي، يعني في تيبل 4 يا حبيبي، يعني 4 8 اوكي 12 16 في تيبل 4 كان ديفايد باي 4 without any remaining، من غير اي باقي، تمام، يعني على طول يطلع لك انتجر. طب يا مستر ال5، لا ال4، اه 4 ديفايد 4 ايكوال 1، يبقى خلاص يبقى اعمل هنا ماينس 4، هتبقى لي كام يا مستر؟ 7 ماينس 4 3، يبقى الاي باور 3 بايه؟ بنيجاتيف. تاني يا مستر، طب واحده تاني، طيب اوكي واحده تاني، اي باور مثلا تاني ال10 كان ديفايد باي 4 اصلا؟ لا لا، اشوف الاصغر بينها الناين لا الايت، تمب يبقى اعمل ماينس 8 يا حبيبي، هتبقى لي كام 10 ماينس 8؟ يبقى داي 2. تو يبقى نيجاتيف 2 1 اي باور 2 بكام يا حبيبي؟ نيجاتيف 1 بس انت تحفظ دول بس يا حبيبي، اوكي اه اي باور مثلا 50، ال 50 كان ديفايد باي 4؟ لا لا، هشوف اللي اصغر منها، لو كان لو هي ديفايد باي 4 يا مستر هتقول ب 1 يا حبيبي، اي نمبر كان ديفايد باي 4 يبقى ب 1 على طول، خلص الكلام، يعني لو هي كانت اي باور مثلا 28، 28 ديفايد 4 ايكوال 7، خلاص ب 1، يعني مش محتاجه يا مستر، اوكي. طب اي باور 50؟ لا ال 50 ما تنفعش. طب اللي قبلها 49؟ لا. طب ال 48؟ اه يا مستر 48 هيديني 12، 48 ديفايد 4 يديني 12، يبقى انت قلت لي تعمل ماينس 48، يبقى تبقى لي اي باور كام؟ 50 ماينس 48 2، يبقى اي باور 2 كام؟ نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. طب اي باور مثلا 17، ال 17 كان ديفايد باي 4؟ لا، وبشوف الاصغر منها، الاصغر منها مين؟ ستين ال 16 كان ديفايد باي 4، او يبقى اعمل ماينس 16 هنا، يبقى 17 ماينس 16 يطلع لي 1، طب اي باور 1 تبقى زي ما هي، ما فيش مشكله، اوكي تمام، واضحه الفكره دي؟ تمام تمام. طب يا مستر لو انا عندي اي باور نيجاتيف اعمل ايه؟ هنشوف بقى، هنحل اسئله دلوقتي في الكتاب. لو انا عندي اي باور نيجاتيف، يعني مثلا اي باور نيجاتيف 5، اوكي يا مستر ولا عندي اي مشكله في الكلام دوت، اي باور نيجاتيف 5 اشوف النمبر اللي اكبر منها وكان ديفايدد باي 4، اللي اكبر منها، اللي اكبر منها وكان ديفايد باي 4، وجت منين الفكره؟ هقول لكم جت منين. بص يا حبيبي، لو انا عندي اكس باور نيجاتيف 2، ازاي احول الباور النيجاتيف للبوزيتيف؟ قال لي يا مستر لو هو في النيوميريتور ينزل تحت في الدينومينيتور والعكس، يبقى 1 اوفر اكس باور 2، لو انا عندي 1 اوفر اكس باور 5، اوكي ده باور بوزيتيف، عايز تطلعه فوق هيبقى باور نيجاتيف، عايز ترجعه تحت هيطلع بوزيتيف، هينزل بوزيتيف، يبقى الباور لو هو نيجاتيف اب في النيوميريتور ينزل تحت في الدينومينيتور يبقى بوزيتيف، والعكس صحيح طبعا. اوكي صح يا مستر كلامي، يعني انت قصدك يا مستر الاي باور نيجاتيف 5 عندك ينفع تنزلها تحت؟ اه. باي باور كام؟ باي باور 5. طب ال1 ده يا حبيبي مش ال1 دوت اي باور اي حاجه كان ديفايد باي 4؟ ال1 ده اقدر اشيله واحط مكانه اي باور 4؟ ما اي باور 4 ب1، اقدر اشيله واحط اي باور 8؟ طب انا بحطه خلاص، لا بشوف ايه النمبر اللي اكبر من 5 وكان ديفايدد باي 4، اللي اكبر من 5 على طول، ال 6 يا مستر، لا يا حبيبي ما تبقاش كده، ال 7 ال 8، يبقى اشيل ال 1 ده واحط اي باور كام؟ اي باور 8، يبقى اي باور 8 اوفر اي باور 5 يدينا اي باور كام؟ 8 ماينس 5 اي باور 3، وعرفنا ان اي باور 3 بنيجاتيف 5. تاني يا مستر، يبقى لما هيكون عندك الباور بالنيجاتيف
تمام، تحوله بوست، حوله بوست في سي، انزله تحت، دوق فوق تنزل تحت. اوكي، طب الوان دي اشيلها واحط مكانها ايه؟ اشيلها احط مكانها نمبر، اي باور نمبر كان ديفايدد باي 4 واكبر من ال5 واكبر من النمبر الموجود تحت. ال5 اللي اكبر منها 6 7 8، اه يبقى اي باور 8 ديفايد اي باور 5 هتدي اي باور 3، والاي باور 3 بايه؟ بنيجاتيف 5. طب واحده تانيه يا مستر، اي باور نيجاتيف 17، هعمل ايه يا شباب؟ هحط ال i negative 17 دي في ال denominator. في الدينومينيتور، وال1 دي اللي فوق ده اشيلها احط مكانها اي باور كام؟ نمبر جريتر ذان 17 وكان ديفايد باي my 4. i power 20. ايوه ال 18 لا يا مستر، ال 19 لا ال 20، يبقى اي باور 20. لما اعمل ديفيجن بعمل سبتراكت الباور، بطرح الباور بعملهم ماينس، يبقى 20 ماينس 17 3، 3 والاي باور 3 بكام؟ negative i. نيجاتيف 4. اوكي واضح الكلام؟ هبدأ واضح يا أنا مستر. سؤال. تمام، نشوف بقى الكلام في الكتاب وإيه الكتاب بقى. شوف عشان هو في حاجة إيه، ده الـ iPower 2 ودوت. أوكي، ودي الحاجات اللي إحنا قلناها. لو أنت عندك روت نيجاتيف 2 أهو يا حبيبي، روت قلت النيجاتيف دي تشيلها وتحط مكانها أي على طول، يبقى روت 2 مالتبلاي أي على طول. أنت مغمض، روت نيجاتيف 3 النيجاتيف دي تشيلها وتحط مكانها أي، يبقى روت 3 أي على طول. ليه يا مستر؟ لأن النيجاتيف باي سكوير والاي سكور روت بتاعها اي. تمام، روت نيجاتيف 25 قلت على طول روت 25 اي. طب روت ال 25 اعرف اجيبها اللي هي اي 5، يبقى 5 اي. تمام اوكي. طب يا مستر بص السؤال ده بقى، انا يا حبيبي لو انا عندي في النمبر العادي روت 2 مالتبلاي روت 3 هيديني روت 6. تمام، بص المعلومه دي. طب يا مستر لو انا عندي روت نيجاتيف 2 مالتبلاي روت نيجاتيف 3، هل ينفع اقول مالتبلاي روت نيجاتيف 2 مالتبلاي نيجاتيف 3 ايكوال 6؟ لا طبعا. ليه يا حبيبي؟ لان انا ما عنديش روت للنيجاتيف. طب بحلها ازاي؟ بص يا حبيبي عشان تعرف ان الكلام ده غلط ليه؟ بص يا حبيبي لو جيت عملت ايه؟ الروت نيجاتيف 2 هي روت ايه؟ ان هي مستر روت 2 مالتبلاي اي بار مالتبلاي روت نيجاتيف 3 روت 3 مالتبلاي اي بار. فلما اعمل روت 2 مالتبلاي روت 3 عادي ينفع، دول بوزيتيف وبوزيتيف يبقى روت 6. طب واي مالتبلاي اي باي سكوير اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1 روت 6 مالتبلاي نيجاتيف 1 اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف روت 6. يعني بص الفرق، لو انا كنت عملتها عادي وتطلع لي روت 6 اللي هي بالبوزيتيف، بس الحل اصلا روت ايه؟ نيجاتيف روت 6 اللي هي بالنيجاتيف. فلما يطلع عندك نيجاتيف يا حبيبي روت نيجاتيف مالتبلاي روت نيجاتيف، الاول تكنسل النيجاتيف دي باي، تكنسل النيجاتيف دي باي، تكنسل النيجاتيف دي باي، خلاص تعمل بقى مالتبلاي عادي، ده بوزيتيف وده بوزيتيف روت 2 مالتبلاي روت 3 روت 6. تمام، روت 6 واي مالتبلاي اي باي سكوير، والاي سكوير بنيجاتيف 1. طبعا روت 6 مالتبلاي نيجاتيف 1 نيجاتيف روت 6. محدش يقول لي روت نيجاتيف 6 يا حبيبي، انا يا حبيبي ده نمبر بوزيتيف مالتبلاي نمبر نيجاتيف يبقى ايكوال نيجاتيف، نيجاتيف 1 روت 6 نيجاتيف، وال1 مش بيتكتب. اوكي تمام تمام يا شباب، تمام. هنا هو كاتبها لك هو روت نيجاتيف 1 مالتبلاي روت نيجاتيف 1 نوت ايكوال، نوت ايكوال روت نيجاتيف 1 مالتبلاي. لا ده ما بعملهاش كده، عكس هنا. بص يا حبيبي عشان دول لو الاثنين دول بوزيتيف او واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف اوكي ما فيش مشكله، بينما الاثنين نيجاتيف لا. اوكي الاثنين نيجاتيف لا، ما ينفعش ما ينفعش. اوكي الانتجر نمبر خدنا البارت دوت، اي سكوير واي باور 3 والحاجات دي خدناها. تمام اوكي ماشي اوكي. اي باور 4 ان، بص بيقول لي ايه؟ بيقول لو انت عندك حاجه زي كده اي باور 4 ان. تمام، اي باور 4 ان يا حبيبي، وال ان از ا انتجر. ال ان يا شباب انتجر نمبر. يعني ايه انتجر نمبر يا شباب؟ لسه قايلينها دلوقتي، يعني ايه انتجر؟ ايه النمبر الانتجر؟ النمبرز العادية يا مستر اللي هي من غير اللي هي الفاكتور. 0 وال1 والنيجاتيف 1 وكده. ايوه ال 0 وال 1 وال 2 وال 3 وال 4 والنيجاتيف 1 والنيجاتيف 2 والنيجاتيف 3، يعني شيل ال ان دي وحط اي نمبر انتجر يا حبيبي، هيبقى 4 ان يا حبيبي، يعني 4 مالتبلاي ان، يعني مثلا 2 4 مالتبلاي 2 ب 8، والاي باور 8 بكام؟ 1. طب يا مستر 3 اي باور 4 مالتبلاي 3 يبقى اي باور 12 يا حبيبي، يبقى ب 8 ب 1. يبقى قصدك يا مستر اي باور 4 ان وير ان از ا انتجر ايكوال كام؟ يبقى ايكوال 1. طب يا مستر بقى لو انا عندي حاجه زي كده اي باور 4 ان بلس 3 اعمل فيها ايه؟ يا حبيبي احنا خدنا قبل كده يا حبيبي اي باور 2 مالتبلاي اي باور 3
اديني اي باور 2 بلس 3 صح ولا لا؟ مظبوط؟ يعني البلس دي يا مستر اصلها ايه؟ اصلها مالتي بلاي صح؟ يعني البلس دي اصلها مالتي بلاي، يعني يا حبيبي لو انت عندك كده اكس باور واي بلس 5 جت منين دي يا حبيبي؟ جت ان هي كانت اكس باور واي مالتي بلاي اكس باور 5، مش الاكس باور واي يا حبيبي، مالتي بلاي اكس باور 5. في المالتي بلاي بتعمل ايه الباور؟ بتعمل بلس، يبقى البلس دي كانت اصلها ايه؟ كانت اصلها مالتي بلاي، يبقى البلس دي يا مستر اصلها ايه؟ اصلها مالتي بلاي، اصلها اي باور 4 ان مالتي بلاي اي باور كام؟ اي باور 3، مش اي باور 4 ان مالتي بلاي اي باور 3، البيز ذا سيم، بعمل ايه الباور؟ بعمل سم للباور اللي هو ده. يبقى دي يا مستر قصدك ان هي اي باور 4 ان بلس 3 هي اي باور 4 ان مالتي بلاي اي باور 3 اه، والاي باور 4 ان ما انت قلت لي يا مستر ب 1، والاي باور 3 نيجاتيف اي، 1 مالتي بلاي نيجاتيف اي بنيجاتيف. طيب يا مستر لو انا عندي اهو اي باور 4 ان ماينس 5 اهو يا مستر، اوكي اي باور 4 ان مالتي بلاي اي باور نيجاتيف 5، مش في المالتي بلاي يا مستر، انت قلت لي تعمل سم للباور اهو يا حبيبي اهو، ما دول عملت لهم سم اهو 4 ان بلس نيجاتيف 5 بلس نيجاتيف 5 بلس نيجاتيف 5. واحد تاني كان يقول لي يا مستر طب ما الماينس ازاي انا عارف ان هي كانت ديفيجن؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني يقول لي كنت ممكن اعمله اي باور 4 ان ديفايد اي باور 5، مش اي باور 4 ان ديفايد اي باور 5، هي في الديفيجن بنعمل ايه الباور؟ لو انت عندك اكس باور 5 ديفايد اكس باور 2 هتقول لي اكس باور كام؟ ماينس ماينس 5 ماينس 2 3، طب ما هو ماينس 4 ان ماينس 5 بس، هتعملها كده صح؟ هتعملها كده صح؟ تشتغل باي طريقه صح؟ مثلا لو سمحت الحصة دي زي الفيجن كده، عشان بس أنا لسه داخلة ومش لا لا ده اول ليسون عندكم، بتكلم على الكومبلكس نمبر والايميجن نمبر دلوقتي. تمام. اوكي يبقى دي اي باور 4 ان مالتبلاي اي باور نيجاتيف 5، قلنا اي باور 4 ان بكام؟ ب 1، طب الاي باور نيجاتيف 5 يا مستر ما انت قلت لي بتنزلها تحت بايه؟ باي باور 5، طب ال 1 دي بتشيلها وتحط مكانها ايه؟ قلت لي اي نمبر اي باور اي نمبر جريتر ذان 5 بس كان ديفايدد باي 4، ده الكونديشن بتاعي الشرط بتاعي جريتر ذان 5 وكان ديفايدد باي 4 6 7 8 او 8 يا مستر هو اول واحد اهو. طب اي باور 8 ديفايد اي باور 5 اي باور 3 يبقى 1 مالتبلاي اي باور 3، والاي باور 3 بنيجاتيف اي 1 مالتبلاي نيجاتيف اي بنيجاتيف اي. اوكي واضح الكلام؟ حد عنده سؤال؟ هو ال i power 4 n زي ال i power 4 عادي؟ ايوه ما احنا قلنا عشان الان دوت انتجر بيلونج تو انتجر، بيلونج تو انتجر، يعني ايه بيلونج تو انتجر؟ يعني 4 ان دي يعني الان دي ب1 او ب2 او ب3 او ب4، شيل ان وحط 3 يبقى اي بار 4 مالتبلاي 3 12، وقلنا طالما النمبر كان ديفايد باي 4 يبقى ايكوال 1. اوكي تمام، اللي كان بيسأل تمام. طيب اي اه اي باور 4 ان بلس 4 هي عباره عن اي باور 4 ان مالتبلاي اي باور 4، الاي باور 4 ان ب1 قلناها خلاص، والاي باور 4 طالما كان ديفايد باي 4 يبقى برضه ب1، 1 مالتبلاي 1 ب1، اي باور 4 ان بلس 2 قلنا البلس دي كان اصلها مالتبلاي يبقى اي باور 4 ان مالتبلاي اي باور 2، اي باور 4 ان ب1 والاي باور 2 بنيجاتيف 1، 1 مالتبلاي نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 اند سو اون بقى. اوكي نشوف النقطه اللي بعدها، النقطة دي النقطة دي اوكي بيقول لي ايه؟ بص بقى بص النمبر دوت اسمه ايه؟ اسمه كومبلكس نمبر، بيتكون من كام بارت؟ بيتكون من تو بارتس، بيتكون من كام بارت يا شباب ده؟ تو بارتس، البارت دوت يا شباب اسمه ريال بارت، والبارت دوت اسمه ايه؟ ايماجينري بارت، يبقى دوت البارت الايماجينري، الايماجينري بارت اللي هو في مين؟ اللي فيه الاي، والريال بارت اللي هو في مين؟ اللي هو زاويه الاي، يعني مثلا لو انا قلت لك 2 ماينس 5 اي، فين البارت الريال اللي هو كام؟ ال2 والبارت الايماجينري؟ طيب
ايوه نيجاتيف 5 واي، خلي بالك نيجاتيف 5 واي. الكوفيشنت بتاع الايماجيني كام؟ نيجاتيف 5. خلي بالك الكوفيشنت المعامل النمبر اللي قدام الاي، النمبر قدام الاي نيجاتيف 5. يبقى لو انا عندي مثلا 7 ماينس 2 اي، البارت الريال7 ال 7 والبارت الايماجيني 7 2 اي نيجاتيف، نيجاتيف نيجاتيف 2 نيجاتيف اي نيجاتيف 2 اي، نيجاتيف 2 اي. طب لو انا قلت لك اي، البارت الريال بكام هنا؟ بفاي مفيش حاجة اسمها فاي، البارت الريال بكام؟ زيرو بقى زيرو. يبقى دي كأنها زيرو بلس اي، زيرو بلس اي، تمام. يبقى البارت الريال بزيرو والبارت الايماجري باي، الكوفيشنت بتاع الايماجري 1، الكوفيشنت بتاع الايماجري 1. يبقى لو قلت لك 5 اي، البارت الريال بكام؟ بزيرو. يبقى زيرو بلس 5 اي، يبقى البارت الريال بزيرو والبارت الايماجري 5 اي. اوكي تمام، واضح تمام يا شباب. حاجة تاني، لو انا قلت لك مثلا نيجاتيف 5، البارت الايماجري بكام؟ نيجاتيف ايه؟ بزيرو يا شباب. هو في زيرو اي زيرو اصلا؟ زيرو هو في اي؟ اكيد في زيرو اي، تمام؟ لا يا مستر ما فيش اي، ما فيش اي يبقى زيرو، تمام؟ يبقى البارت الريال بنيجاتيف 5 والبارت الايماجري بزيرو. اوكي؟ تمام. اوكي يبقى لو انا قلت لك 7 اهو، ده بارت ريال يا مستر، اهو كومبلكس نمبر، بس الريال بتاعه بس الايماجينري بتاعه بزيرو. كومبلكس نمبر لان الكومبلكس نمبر كونسيست اوف تو بارتس، بيتكون من تو بارتس، ريال وايماجينري، ريال وايماجينري. طب لو في ريال بس يبقى الايماجينري بزيرو، طب لو في ايماجينري بس يبقى الريال بزيرو. اوكي، يبقى الكومبلكس نمبر السيمبل بتاعه زي، اوكي اي بلس اي واي، يعني زي ايكوال 5. يبقى دوت از ا ريال نمبر، اتس كومبلكس نمبر هوز الايماجيني نمبر بتاعه بزيرو، ده مفيش ايماجيني، مفيش ده ايماجيني نمبر الكو ايه، اند اتس ا كومبلكس. والريال بتاعه بكام؟ الريال بتاعه بزيرو، الريال بتاعه بزيرو. اوكي تمام. مثلا اكزامبل زي كده، عايز احل الايكويشن، شفت السؤال بقى؟ فايند ذا سوليوشن سيت اوف ذا ايكويشن ان ايه؟ قبل كده كنا بنحلها فين يا شباب؟ كنا بنحلها في ريال نمبر. لو في ريال نمبر كان السولوشن سيت هيطلع لي فاي، فهنا في الكومبلكس لا، عرفنا ان في روت ليه؟ روت للنيجاتيف. اول ما الاقي روت للنيجاتيف اه يا مستر على طول دي نيجاتيف، اه مغمض وانا مغمض. اوكي 2 اكس سكوير، اودي ال 18 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى 2 اكس سكوير ايكوال نيجاتيف 18، 2 مالتبلاي، المالتبلاي كانسل بالديفيجن، يبقى اعمل ديفايد 2 هنا وديفايد 2 هنا، والله يروح مع بعض، يبقى اكس سكوير ايكوال كام؟ نيجاتيف 9. السكوير بيتكنسل بالروت يا شباب. بص يا شباب، المبادئ الخاصه بحل الايكويجن يا حبيبي، بص يا حبيبي، لو انا عندي اكس بلس 5 ايكوال صفر، دي بلس يا شباب، عايز تكنسلها بالماينس، يبقى تحط ماينس 5 فين؟ في السايد اوت، ماينس 5 في السايد اهو، جت منين؟ نوديها الناحيه الثانيه، مع دي ستيب عشان خاطر تمام تنجز معاك، بس الصح ان انا عايز اكنسل البلس 5، عايز الاكس لوحدها. solve the equation يعني find the value of the value of the variable، عايز اجيب الفاليو بتاعت الفاريبل دوت اللي اكس اللي عندي، فانا بكنسل بوزيتيف 5 فين، احط نيجاتيف 5 فين ونيجاتيف 5 فين، دول هيروحوا مع بعض، يبقى اكس ايكوال 7 ماينس 5 ايكوال 2. اوكي طب يا مستر، لو انا عندي اكس ماينس 2 ايكوال 4، الماينس تكنسل بعكسها البلس، بحط بلس 2 هنا وبلس 2 هنا. تمام، يبقى اكس ايكوال 6. طب يا مستر، لو انا عندي مالتبلاي كده 2 اكس بلس 4 ايكوال 8، اول حاجه البلس تكنسل الماينس، تمام، يبقى 2 اكس ايكوال 4. طب يا مستر دي مالتي بلاي، المالتي بلاي تكنسل بالديفيجن، بعكس المالتي بلاي ديفيجن، يبقى اكس ايكوال 2. طب يا مستر لو انا عندي باور اكس باور 2، الباور يتكنسل بمين؟ بالروت، والعكس صحيح، الروت يتكنسل بالباور، يعني ايه؟ يعني اكس سكوير ايكوال 4، عايز تاخد دي يا مستر كنسل الباور، يبقى تاخد روت للتو سايد، الروت والباور يكنسلوا بعض. طب بتحط بوزيتيف ونيجاتيف طالما سكوير روت يبقى 2. طب يا مستر لو انا عندي روت اكس ايكوال 7، عايز اكنسل الروت يبقى باور، لو سكوير روت يبقى باور 2، لو كيوب روت يبقى باور 3 اند سو اون، بس حط الباور فين؟ في الاثنين، الروت هيكنسل الباور، يبقى اكس ايكوال كام؟ 49. اوكي؟ يبقى اي حاجه ايكويجن، اي اوبريشن بتعملها في سايد تعملها في السايد الثاني.
لو عندك ادنج في سايد تكنسله بالماينس، تكنسله في سايد تاني وهكذا. لو عندك روت تكنسله بالباور، لو عندك باور تكنسله بالروت. واضح؟ تمام يا شباب. تمام يا مستر. تمام يا مستر. اوكي، يبقى هنا اهو، يبقى هنا روت للنيجاتيف. قلنا مستر روت للنيجاتيف هتاخد روت للتو سايد، بس قبل ما اخد سكوير روت لازم احط بوزيتيف ونيجاتيف. طب يا مستر دوت روت نيجاتيف 9، ما فيش روت للنيج، لا حليناه، قلنا النيجاتيف دي بيطلعها بره باي، يعني كانها روت 9 اي. طب روت 9 لها فاليو هي 3، بوزيتيف ونيجاتيف 3 اي، يبقى السوليوشن سيت تقول كي اس اس بوزيتيف 3 اي ونيجاتيف 3 اي. اوكي، طب دي يا مستر حلها ازاي؟ دي مش هتحل بالفاكتورايزيشن. طب دي تحل بايه يا شباب؟ اخدنا حاجه اسمها ايه؟ الجنرال فورمولا. الايه بكام هنا يا شباب؟ الايه اللي هو كوفيشنت اوف اكس سكوير، الايه بكام؟ 1 1. البي كوفيشنت اوف اكس، كوفيشنت اوف اكس بكام؟ 1 برضه والسي برضه الابسولوت تيرم، الابسولوت تيرم اللي هو نمبر لوحده بكام؟ 1 برضه برضه الاكس ايكوال نيجاتيف بي، الرول بتاعها بوزيتيف اور نيجاتيف روت بي سكوير. ما ينفعش يا شباب واحد في اولى ثانوي مش حافظ الرول بتاع الجنرال فورمولا، نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف روت بي سكوير ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. كل اللي بعمله بعمل سبستيتيوت كله ب 1، يبقى نيجاتيف 1 بوزيتيف اور نيجاتيف روت 1 سكوير ب 1 ماينس 4 ملتبلاي 1 ملتبلاي 1 ب 4 اوفر 2 ملتبلاي 1 ب 2. اوكي، يبقى نيجاتيف 1 بوزيتيف اور نيجاتيف 1 ماينس 4 نيجاتيف 3. طب يا مستر ده روت نيجاتيف 3، ما احنا عرفنا روت نيجاتيف 3 اللي هي ايه؟ اللي هي روت 3 ايه؟ نيجاتيف 3 اي روت 3 3 اي اي 3 اي بس اوفر 2. السوليوشن سيت عندي نيجاتيف 1 بلس روت 3 اي اوفر 2 و نيجاتيف 1 ماينس روت 3 اي اوفر 2. خلي بالكوا الاي بره الروت، الاي بره الروت، الروت فقط على النمبر، الروت فقط الاي بطلعها بره الروت، يبقى نيجاتيف 1 بلس روت 3 اي اوفر 2 ونيجاتيف 1 ماينس روت 3 اي اوفر 2. اوكي تمام. الزوم هيفصل دلوقتي، ادخلوا تاني على نفس اللينك، ادخلوا تاني على نفس اللينك، هناخد اكزامبل وهناخد حاجه تاني بسيطه وخلاص. اوكي تمام يا شباب، اي سؤال؟ اوكي بس تمام. ادخلوا تاني على نفس اللينك. تمام، دول تو اكزامبل، دول تبقى تحلهم وتبعتهم لي على الوصف. تمام، اللي هي تراي تو سولف دي، وهتحلهم كده، حلهم في الكومبلكس وبعتهم لي على الواتس. لو كده اخدهم سكرين او تلاقيهم مع الكتاب، وابعت لكم الكتاب دوت، هحاول ابعته لكم ان شاء الله. بيقول لي كواليتي اوف تو كومبلكس نمبر يا مستر. لو انا عندي تو كومبلكس نمبر ايكوال، يعني ايه مستر؟ يعني مثلا اكس بلس اوكي 5 اي ايكوال تو ماينس واي اي، ده اسمه ايه ده يا شباب؟ اسمه كومبلكس نمبر. وده اسمه ايه؟ اسمه كومبلكس نمبر. الاثنين ايه؟ الاثنين ايكوال. الاثنين ايه؟ الاثنين ايكوال. فين البارت الريال هنا يا شباب؟ البارت الريال فين؟ اللي هو من غير اي، الاكس البارت الريال اللي هو من غير اي الاكس. وفين البارت الريال هنا؟ البارت الريال هنا ايه؟ 2 التو. طالما 2 تو كومبلكس نمبر ايكوال يبقى ريال ايكوال ريال، يبقى الاكس ايكوال كام؟ 2 ايكوال 2. والايماجينري ايكوال ايماجينري، بس انا ما باخدش الايماجينري كله، باخد الكوفيشنت بس، مش باخد الايماجينري كله، باخد الكوفيشنت بس، باخد المعامل اللي قدام الاي. اللي قدام الاي هنا كام؟ محدش يقول لي 5، هي المفروض بوزيتيف 5 عشان لو نيجاتيف، فانا هاخد ال 5 لان هي بوزيتيف خلاص. طب وهنا الايماجينري كام؟ محدش يقول لي واي دي ايه؟ بول نيجاتيف واي نيجاتيف واي نيجاتيف واي. يبقى الواي بكام هنا يا حبيبي؟ نيجاتيف اكس نيجاتيف نيجاتيف اكس نيجاتيف 5 نيجاتيف نيجاتيف 5. 5 نيجاتيف 5 ايوه 5 ايكوال نيجاتيف واي، يبقى واي ايكوال نيجاتيف 5. ليه يا مستر؟ اقول لكم ليه؟ عشان الناس لازم تبقى تعرف دي بيزكس في الماث حلو اهو. طب انا اقول لك نيجاتيف اكس ايكوال 7، انا عايز اكنسل نيجاتيف دي، نيجاتيف مالتبلاي 1، نيجاتيف 1 اصلي مالتبلاي اكس، فكنسلها ازاي؟ اعمل مالتبلاي نيجاتيف 1 هنا ملتبلاي نيجاتيف 1، اي حاجه تعملها في سايد تعملها في السايد التاني، نيجاتيف 1 ملتبلاي الاكس نيجاتيف ملتبلاي نيجاتيف بوزيتيف، انا اهم حاجه تطلع اكس بوزيتيف، 7 ملتبلاي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 7.
اكتب اول ما صفر. تلاقي نيجاتيف اكس ايكوال 7 يعني اكس ايكوال نيجاتيف 7، اه نيجاتيف واي ايكوال 7 يبقى واي ايكوال نيجاتيف 7 على طول. ليه يا مستر؟ لان هعمل مالتبلاي نيجاتيف 1 هنا، مالتبلاي نيجاتيف 1 هنا، نيجاتيف مالتبلاي نيجاتيف بوزيتيف، و7 مالتبلاي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 7. خلاص يبقى لازم احفظ الحاجات دي، لازم الحاجات دي البيزكس دي تبقى في دماغي. اوكي تمام. يبقى اول ما الاقي 2، اول ما الاقي 2 complex number are equal يبقى real equal اهو 2 complex number are equal. فين البارت الريال؟ ال a اللي هي لوحدها ما فيهاش i، وال c اللي هي لوحدها يبقى ال a equal c. فين البارت الايماجينري؟ اللي قدام ال i، اللي قدام ال i b، واللي قدام ال i هنا d، يبقى اكيد ال b equal d. يبقى اول ما الاقي 2 complex number are equal يبقى real equal real، and اللي قدام الايماجينري اللي هو اسمه coefficient، الكوفيشنت اوف ذا ايماجينري نمبر ايكوال الكوفيشنت اوف ذا ايماجينري نمبر البي ايكوال دي. اوكي تمام. اكزامبل على الكلام ده تمام. هنا يا مستر فين الحاجه الريال يا مستر؟ الحاجه الريال اللي هي ما فيش قدامها اي، اللي هي ما فيش قدامها اي. فين اللي ما فيش قدامها اي يا مستر؟ فين اللي ما فيش قدامها اي؟ 2x minus 3 ايوه 2x minus 3. في الناحية التانية فين ما فيش قدامه اي؟ اللي هنا فين السفت؟ 7 السفت يبقى ايكوال سفت، 7 يبقى البارت الريال ده ايكوال البارت الريال ده. تمام تمام الماينس 3 كانسل ايه قلنا بلس 3 هنا وهنا، دول هيروحوا مع بعض يبقى 2 اكس ايكوال 10، دي 2 مالتبلاي المالتبلاي كانسل باي ديفيجن يبقى الاكس ايكوال 5. يبقى السوليوشن سيت عندي ايه؟ الاكس ايكوال 5. طب الناحيه الثانيه الايماجيني فين الايماجيني هنا اللي هي ايه؟ 5 و i ال 5 باخد ال 5 بس نكتب 3 هنا الناحيه الثانيه 3 minus 2 y 3 to minus 5 2 y 2 minus 2 y ايكوال ايه؟ ايكوال 5. احلها زي الايكوشن دي، اودي ال 5 الناحيه الثانيه، اودي سوري 3 الناحيه الثانيه بايه؟ بنيجاتيف 3. يبقى نيجاتيف 2 y ايكوال 5 minus 3 equal 2. النيجاتيف 2 كانسل، دي نيجاتيف 2 يا حبيبي محدش يقول لو ده ناحيه تانيه بوزيتيف 2 يا حبيبي، دي نيجاتيف 2 لازقه في الواي يعني مالتبلاي الواي. الناس اللي بتغلط يجي يقول لي مثلا اقول له نيجاتيف 3 اكس ايكوال مثلا 6، يجي يقول لي اودي نيجاتيف 3 الناحيه التانيه بوزيتيف 3، غلط طبعا مفيش الكلام ده. دي نيجاتيف 3 مالتبلاي تتكنسل بالديفيجن، تتكنسل بالديفايد، يبقى نيجاتيف 2. اوكي يبقى هنا نيجاتيف 2 واي ايكوال 2 كانسل، اعمل ديفايدد باي نيجاتيف 2 في الناحيه دي، نيجاتيف 2 هتروح مع نيجاتيف 2 ب 1 هيبقى الواي 2 ديفايد نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 1. يبقى جبت الاكس وجبت الواي. واضح؟ اي سؤال؟ ودوت ده لغات والعربي بعدهم، ده لغات والعربي بعدهم، العربي الساعه 9 ونص. واضح شايف اي سؤال في اي حاجه؟ الموضوع تمام بسيط، واضح بسيط جدا. هنا اهو اكزامبل نمبر 2 نحل ال 2 ال 3 اكزامبلز وخلاص. هنا هو شيء، بص حبيبي فين البارت الريال هنا؟ اكس اكس. طب هنا يا مستر لا يا حبيبي روت نيجاتيف 4 ده يا حبيبي ده اصلا ايماجري، يا روت نيجاتيف 4 بكام اصلا؟ ب روت 4 اي روت 4 اي. ايوه منور عليك، ايوه خدها خطوه خطوه، روت 5 4 وطلع الاي بره. روت ال 4 بكام؟ 2 2 اي. اوكي يبقى طلع 2 اي، يبقى دي 2 اي دي حلوه قوي. طب الاي باور 22 بكام؟ اهو بروح يا مستر بعمل ايه؟ قلت لي يا مستر بيشوف النمبر اللي اصغر من ال 22 وكان ديفايد باي 4. 21 تنفع؟ ده 20 لا 20 ماينس 20 على 4 يبقى 1 يبقى ايكوال اي ايكوال 1. اي ماينس 20 يبقى 22 ماينس 20 اي باور كام؟ بل اي ايكوال 2 اي 2 اي باور 2 اي باور 2 بكام؟ نيجاتيف 1 نيجاتيف 1. يبقى كده ايه اظبط المساله بتاعتي؟ يبقى المساله بتاعتي يا مستر اكس بلس واي اي ايكوال 2 اي ماينس 1 او ماينس 1 بلس 2 اي، عشان اخلي الريال ايكوال ايرير والايماجري قدام الايماجري. يبقى انت ظبطت المساله، ظبطت المساله ازاي؟ اهو يا مستر قلت لي روت نيجاتيف 4 اللي هي روت 4 اي اللي هي 2 اي حلو قوي، والاي باور 22 اللي قلت نعمل ماينس 20 اي باور 2 اللي هي نيجاتيف 1. فخلاص الريال اللي هو اكس ايكوال نيجاتيف 1 اهو، الاكس ايكوال نيجاتيف 1، والواي اللي هي قدام الاي ايكوال ايه؟
ايكوال 2، يبقى الاي ايكوال نيجاتيف 1 والواي ايكوال 2، تمام؟ واضح؟ هنا اهو اشوف البارت فوريه اللي مش قدام الاي، ده اللي مش قدام الاي، فين مش قدام الاي؟ هنا ال 6 ال 6، ال 6 يبقى اكس ماينس سي واي ايكوال كام؟ ايكوال 6. فين اللي قدام الاي هنا؟ ال 2 اكس بلس واي ايكوال مين؟ 5i ايكوال 5 بس، باخد الاي بقى ال 5 بس، اللي قدام الاي يساوي اللي قدام الاي. طب يا مستر هحلها ازاي اجيب الاكس والواي؟ قال لك يا مستر بكل سهوله انت مسموح لك تحل بالكالكوليتر، مش مسموح لك يعني انت اسئله تشوز اصلا، فانت وصلت لكده كتر خيرك، انت كتر خيرك. عارفين تحلوا ازاي تو ايكويشن فروم ذا فيرست ديجري باي يوزنج كالكوليتر؟ فين الكالكوليتر اصلا يا عم الحاج؟ ادي الكالكوليتر. بص يا شباب الكالكوليتر، يبقى عندك تو ايكويشن فروم ذا فيرست ديجري. التو ايكويشن دول منين يا شباب؟ من الفيرست ديجري. تجيب دوس مود ودوس كلمه ايه؟ ايكويشن نمبر 5، وهتختار اول واحده نمبر 1، دي ايكويشن هاي اكس وفيها واي وفيها نمبر، اهو اكس وواي ونمبر ونمبر 1. هتكتب الكوفيشن، الكوفيشن تو فيكس الكام هنا؟ 1 يا مستر ايكوال 1. كوفيشن تو فاي نيجاتيف 3، محدش يقول لي 3 يا شباب الساين يا شباب، يبقى نيجاتيف 3. الابسولوت تيرم لازم يكون لوحده، 6 تكون بعيده، لازم ايكوال نمبر، يبقى دي 6 اهو. ادي 6 وايكوال. اوكي الثانيه 2 يبقى كده كوفيشنت اوف فاي 1، ابسولوت تيرم اللي هو كام؟ اللي هو 5. اوكي ادوس ايكوال، خلصت المساله. الاكس ايكوال 3 والواي ايكوال نيجاتيف 1، ولا تعبت نفسي ولا اي حاجه. اوكي تمام، اي سؤال؟ اوكي اخر واحده هو الاكس ايكوال 3 والواي ايكوال، حلوا دول وابعتوا لي برضه ايه، ابعتهم لي على الخاص، يبقى الحاجتين تحلهم دول اللي فاتوا دول. اوكي اي سؤال يا شباب؟ ما ينفعش نحلها من غير الكالكوليتر؟ اللي اوكي حلها لك من غير الكالكوليتر طبعا، يعني مفيش مشكله بالنسبه لي اهو. نراجع الاسم دوت اللي خدناه في بريب 2، ادي اكس بكل سهوله ماينس 3 واي ايكوال 6، 2 اكس بلس واي ايكوال 5. ازاي احلها؟ تخلي الكوفيشنت اوف اكس زي الكوفيشنت اوف اكس بس عكس الساين، او الكوفيشنت اوف واي زي الكوفيشنت اوف واي بس بعكس الساين. يعني ايه يا مستر؟ يعني هنا الكوفيشنت بتاع الاكس ده بكام؟ بكام الكوفيشنت؟ والكوفيشنت بتاع الاكس دوت بكام؟ 1 2. اخلي ده زي ده بس بعكس الساين. طب ال1 دي عشان تبقى زي ال2 بعكس الساين يعني نيجاتيف 2، يبقى اعملها مالتبلاي كام؟ نيجاتيف 2 بس، بعمل الايكويشن دي كلها مالتبلاي نيجاتيف 2، يبقى نيجاتيف 2 مالتبلاي الاكس، نيجاتيف 2 اكس، نيجاتيف 2 مالتبلاي الايكويشن كلها، ما حدش يعملها مالتبلاي الاكس بس، او مالتبلاي الاكس والواي بس وينسى النمبر. الايكويشن كده يبقى انا غيرت معناه، الايكويشن عاملها كلها مالتبلاي نيجاتيف 2، يبقى نيجاتيف 2 مالتبلاي اكس، نيجاتيف 2 اكس، نيجاتيف 2 مالتبلاي نيجاتيف 3 ب 6 واي بلس 6 واي، نيجاتيف 2 مالتبلاي 6 نيجاتيف 2، واعملهم سميشن نيجاتيف 12 او اوميتنج ميثود، دول هيكنسلوا بعض، 2 نيجاتيف 2 ب 0، 1 واي و6 واي 7 واي، 5 ونيجاتيف 12 نيجاتيف 7، اعمل ديفايد باي 7 يبقى الواي ايكوال نيجاتيف 5. اوكي اعمل سبستيتيوت اعوض في اي ايكويشن، اشيل الواي واحط نيجاتيف 1 واجيب الفاليو بتاعت اكس. اوكي تمام، اللي كانت بتسال تمام اي سؤال؟ يا شباب ان شاء الله بدايه الدراسه هتبقى معانا ان شاء الله في نص 8، لو حد حابب يشترك او اي حاجه احنا موجودين معاكم يعني. وبقيه المواد شرحها يا شباب الناس اللي هي لو مش على الجروب بتاعنا اللي هو جروب الاكاديميه، تمام؟ تمام، بقيه المواد ان شاء الله البايو النهارده ما فيش بايو، المستر بس بيعتذر، ان شاء الله بقيه المواد عادي، والبايو تاخدوها الاسبوع الجاي باذن الله. اوكي يلا بالتوفيق يا شباب. حد عنده اي سؤال قبل ما نقفل؟ لو بعت لك لينك الكتاب بي دي اف بس. اوكي ابعت لكم، انا في لينك للكتب كلها انزلها لكم، تمام؟ لكل المواد مش المات بس. هو يعني في الامتحان اللي هو في مصر اللي هو في اللجنه وكده بيبقى تشوز بس برضو؟ امتحان مصر يا شباب، امتحان السفاره، امتحان مصر بيكون 32 نقطة،
28 نقطة تشوز وأربعة مقالي. تمام؟ تمام مستر. اتفضلي. طيب لو مدرسة مثلا بره هيبقى نفس الامتحان زي بتاع مصر ولا هيبقى زي امتحان السفارة؟ هيبقى نفس امتحان مصر، هيبقى فيه مقالي لو المدرسة اللي هي مسار مصر. تمام لو مسار مصر هيبقى نفس امتحان، يعني كان معايا طلاب السنة اللي فاتت امتحنوا نفس الكلام. لا ما تقلقوش، امتحان يعني امتحان بتبقى يعني سواء سفارة أو مسار امتحان يعني إيه بسيطة. امتحان مصر برضو يعني معظم المحافظات امتحانات برضو يعني كويسة يعني. يعني احنا بنحل امتحانات كتير، يعني احنا مش بناخد اسئله سهله، احنا بنحل امتحانات مصر اصلا، او بنحل اختبارات المعاصر اللي موجوده بعد نهايه بعد ما نخلص طبعا المنهج، ونحل اسئله المعاصر، مش بنحل اسئله اختر بس او كده او تشوز بس، لا احنا بنحل اسئله مقاليه وبنحل اسئله عاديه، يعني كله بيتحل ان شاء الله. تمام، بالتوفيق. حد عنده اي سؤال؟ لا مستر. ماشي، بالتوفيق يا شباب، يلا سلام عليكم. شكرا. مع السلامة.